لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فإن التقوى هي العروة الوثقى، وهي السبيل الأنجى في الآخرة والأولى، وهي لازمة لكل أحد من تمسك بها، أو متى تمسك بها العبد فإنه يكون له بها الهدى والرشد، وينتهي بذلك عن الغي والضلال. عباد الله، إن من محاسن هذا الدين الإسلامي، من محاسن شريعة الإسلام، أنها دين السماحة واليسر والسهولة والتيسير. دلت على ذلك نصوص كثيرة. قال الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، متفق عليه. وروى البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر. وروى الإمام أحمد من قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال صلى الله عليه وسلم يوم عيد: لما سمع أبو بكر رضي الله عنه جواري يغنين فأنكر ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الصريحة عباد الله في تقرير هذا المعنى. وإن لهذا المعنى عباد الله ألا وهو التيسير في شريعة الإسلام، والسماحة فيها في شريعة الإسلام، إن لهذا المعنى آثار عظيمة وأهداف جلية، أهداف وآثار عقدية وتعبدية واجتماعية وجنائية وفكرية، بل ومنها آثار سلوكية تتعلق بالسلوك والتصرفات والأخلاق والآداب. ومن هذه الأهداف السلوكية التي تتحقق بما جاء في شريعة الإسلام من اليسر والسماحة هدف عظيم، ألا وهو إبعاد الملل والسآمة، حتى لا يشعر المكلف بالثقل ولا يحس بالسآمة والملل. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصله في البخاري: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إن الله وضع هذه الشريعة
سمحة سهلة حفظ فيها على الخلق قلوبهم وحببها لهم بذلك، أي بما فيها من التيسير والسهولة. فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة لدخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم. انتهى كلامه رحمه الله. فروح السماحة واليسر والتيسير الموجود في هذه الشريعة آثاره عظيمة، وإن من تمام التيسير في هذه الشريعة عباد الله أن جاء فيها مشروعية المزاح وإباحة المزاح. المزاح أو المزاح حقيقته الدعابة والملاطفة والانبساط، أن تنبسط مع غيرك في القول بل وحتى بالفعل على وجه التلطف دون أن تؤذي غيرك. وبهذا يقع الفرق بين الاستهزاء والسخرية وبين المزاح، فكل فيهما نوع مداعبة وملاطفة وانبساط، ولكن خص المزاح بأن يكون هذا الفعل فيه تلطف من غير إيذاء لا قصدا ولا إيقاعا. فالمزاح مشروع كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في ذلك مجموعة من الأحاديث. ولا شك عباد الله أن المرأة قد أو العبد قد يدخله أحيانا الملل، كما أفاده أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا، وفي رواية يتحيننا، أي من حين لآخر ومن وقت لآخر. قال: يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. رواه البخاري، أي حتى لا تدخل علينا السآمة ولا يدخل علينا الملل. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حقه، فالجسد له حقه، وعينك لها حقها، ولضيفك حقه، ولزوجك حقها، وهكذا. فلكل حقه، فأعط كل ذي حق حقه، كما قال عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة الكرام. ومما يدل على مشروعية وإباحة المزاح ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الاعتدال في حياته وفي منهجه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحنظلة رضي الله عنه لما شكى حاله للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإنا كأن الجنة بين أعيننا أو بين أيدينا، فإذا عافسنا الضياع والأهل والأولاد والأزواج وقع منا كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو بقيتم كما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها ثلاث مرات، رواه الإمام مسلم. وذكر بعض العلماء أن القلوب تمل كما تمل الأبدان، ولذلك فالمزاح الصادق المشروع فيه تطيب للقلوب وتوثيق للمحبة وزيادة للألفة، وفيه أيضا إعادة بعث النشاط والجد في النفوس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مزاحه مع الصحابة الكرام عليهم الرضوان، وإن كان ذلك على سبيل الندور كما قال بعض العلماء. وقال بعض أهل العلم: التنزه عن المزاح والانقباض عنه بالمرة هو يعد مخلا بالسنة والسيرة النبوية المأمور باتباعها. ومما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ممازحته للصحابة الكرام، الصحابة رجالا كبارا كانوا أو صبيانا، بل حتى النساء
بل حتى زوجاته عليه الصلاة والسلام. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال محمود الراوي أحد رواة هذا الإسناد وهو شيخ الترمذي في هذا السند، قال محمود قال أبو أسامة وهو شيخه حماد بن أسامة، يعني يمازحه. رواه أبو داود والترمذي في الشمائل. يقول عليه الصلاة والسلام: يا صاحب الأذنين، أي يا صاحب الأذنين اللتين تسمعان وتعيان وتضبط ما تسمع. كأنه صلى الله عليه وسلم يصفه بالمدح لذكائه وفطنته، وهذا فيه مباسطة وملاطفة، فما من أحد إلا وله أذنان. وعن أنس قال أيضا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. متفق عليه. هذا أخ صغير كان لأنس، وكان لهذا الأخ الصغير طير صغير يلعب به ويمرح به ويفرح بملاعبته، وكان عليه الصلاة والسلام على علم بذلك، فبلغه أنه قد مات هذا الطير، فحزن هذا الأخ الصغير لأنس، حزن على وفاة وموت طيره. فكان صلى الله عليه وسلم بين وقت وآخر يلاعبه ويداعبه وينبسط إليه ويلاطفه فيكنيه إدخالا للانبساط والفرح عليه، ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. هذه الكلمة المختصرة قد استفاد منها بعض أهل العلم ما يربو على 63 فائدة، وأوصلها بعضهم إلى 50 بعد 200، بل إلى 300 فائدة في هذه القصة بطولها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أوتي جوامع الكلم، ومما يفاد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فعله وتصرفه مع الصحابة الكرام. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، ثم ذكر قصة هذا الغلام الصغير، أي يمازح لمصلحة أن يطيب النفس المخاطب وأن يؤانسه ويلاطفه وأن يلاعبه ويداعبه. وهذا من كمال أخلاقه ومن مكارم أخلاقه ومن تواضعه ولين جانبه وسعة صدره وانشراحه صلى الله عليه وسلم حتى مع الصبيان. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه دابة ليحمل متاعه عليها فتنقص عليه شيئا من التعب، فقال صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد ناقة، إني حاملك على ولد ناقة. فذهب فكر الصحابي عليه الرضوان إلى ولد الناقة الصغير، فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ رواه الترمذي وأحمد. أي الناقة ماذا تلد؟ تلد الإبل، فالإبل أو الإبل كبيرا كان أو صغيرا إنما الذي يلده هو الناقة. فقوله عليه الصلاة والسلام فيه ممازحة: لأحملنك أو إني حاملك على ولد ناقة. فذهب ذهن الصحابي إلى أن المقصود هو صغيرها، وإنما المقصود ما يقدر على الحمل، وإنما ساقه عليه الصلاة والسلام بطريقة المعاريض مماسحا هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر، كان اسمه زاهر، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالهدية
يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، أي هو صاحب بادية يأتينا بما ننتفع به من البادية من نبت وغير ذلك، ونحن نجهزه بما عند أهل الحضر. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا ذميما، يعني ليس حسن الخلقة والوجه، وكل خلق الله عز وجل حسن كما يقول العلماء. وكان رجلا ذميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصر. جاءه عليه الصلاة والسلام من ورائه من خلف ظهره، فاحتضنه صلى الله عليه وسلم ولا يعلم زاهر ولا يبصر، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ما يعلو ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. لما علم أن الذي احتضنه هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتبركون بملاصقته وبأخذ شيء من عرقه، فإنه ملا سعى إلى أن يزيد وأن يطول التصاقه بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا، يعني لا يقدم شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غانم. رواه الترمذي في الشمائل وعبد الرزاق في مصنفه. ودل هذا الحديث على ممازحته عليه الصلاة والسلام فعلا وقولا بما لا أذى فيه، وبما فيه إدخال الملاطفة على الناس، وفيه مواساة الناس جميعا كبيرا أو صغيرا، عاليا أو دونا، غنيا أو فقيرا. فلا نظر إلى الصور، وإنما العبرة عباد الله بما في القلوب والأعمال. وجاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز، إن الجنة لا يدخلها عجوز. قالت: فولت تبكي، فولت تبكي. جاءت تدعو، تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها أن تكون من أهل الجنة، وهي عجوز كبيرة في السن. فقال عليه الصلاة والسلام: العجائز لا يدخلن الجنة. فرجعت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أي أن النسوة، أي أن النسوة في الجنة أتراب، أي متساويات في العمر، كلهن في عمر 33، كما فسره العلماء وجاء في أحاديث أخرى. فهذه ممازحة منه صلى الله عليه وسلم للعجوز. وعن صهيب رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه خبز وتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدن فكل. فأخذت آكل التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل وبك رمد، تأكل أي التمر وبك رمد، وهو شيء في العين قد لا يجعلها تبصر جيدا، فأنى لك أن تختار أو أن تبصر هذا التمر، تأكل وبك رمد. فقلت: يا رسول الله، إني أنطق من الناحية الأخرى. فتبسم صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي وعن سودة بنت زمعة، فصنعت حريرة وجئت بها، فقلت لسودة: كلي. فقالت: لا أحبه. فقلت: والله لتأكلن
أو لألطخن به وجهك. فقالت: ما أنا بذائقته. قالت عائشة: فأخذت بيدي من الصحفة شيئا منه فلطخت به وجهها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيني وبينها، فخفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه لتستقيد مني، أي لترد لي ما فعلت. قالت: فتناولت من الصفحة شيئا فمسحت به وجهي، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك من فعلها. رواه أبو يعلى، وقال العراقي: إسناده جيد. وعن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في صف عبد الله وعبيد الله وكثير بن العباس، ثم يقول: من يسبق إلي فله كذا وكذا. قال: فيسبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد. وقال الهيثمي في المجمع: إسناده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدلع بلسانه يخرجه، لا يدلع لسانه للحسن بن علي، فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه، أي أنه يسرع إليه. رواه أبو الشيخ في الأخلاق والبغوي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وجاء أيضا في قصة أخرى عن عائشة رضي الله عنها، وأنها سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وكنت جارية لم أبدن بعد ولم يكن بي لحم، فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام: تقدموا. حتى إذا تقدموا وابتعدوا قال: يا عائشة سابقيني. قالت: فسابقته فسبقته. قالت: ثم ذهب بعد ذلك زمن حتى نسيت، وكنا في سفرة فقال للصحابة الكرام: تقدموا. قالت: وكنت قد بدنت وصار في لحم، فقال: يا عائشة سابقيني. قالت: فسابقته فسبقني. فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: يا عائشة هذه بتلك. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجش يحدو، أن يقول كلاما فيه ترنم حتى تسير الإبل سيرا جميلا طيبا، فجعل يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنججة رويدك سوقا بالقوارير. رواه البخاري ومسلم. أي احذر، فإن الإبل عليهن ويركبهن النسوة وهن ضعيفات ويضعفن من التألم من شدة مشية الإبل ومن شدة الحركة والاضطراب. ولقد كان الصحابة الكرام عليهم الرضوان يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا رجالا. رواه البخاري في الأدب المفرد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد درج أكابر السلف والخلف على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الطلاقة والمزاح الذي لا فحش فيه ولا كذب فيه، فكان علي رضي الله عنه يكثر المداعبة، وكان ابن سيرين كذلك، وكان الفرزدق يكثر المزاح بين الصدر الأول ولم ينكر عليه. هذه نتف وبعض ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة الكرام مما يدل على مشروعية هذا المزاح، لكن بضابطه وبشرطه الذي سبق ذكره وسيأتي إتمام بيانه. وهذا مما يدل على يسر وسهولة هذه الشريعة. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فهذه الأحاديث التي ذكرناها عباد الله
فيها شيء من مزاحه صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها استعمال المعاليق، والمراد بالمعاليق التورية بالشيء عن الشيء. لكن هذه التورية عباد الله يجب أن تكون لأغراض خفيفة ولتطيب قلب الآخرين بالمزاح، ولا تجوز إذا كان فيها إلحاق ضرر أو ظلم أو كذب أو يترتب عليها إبطال حق أو إحقاق باطل. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. وروى الطبراني في معجمه الكبير وحسنه الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا. ولهذا فالمشروع من المزاح عباد الله أن يكون بحق لا بباطل، فلا يمزح في دين الله عز وجل، ولا يمزح بمعصية، كما ينبغي عدم الإكثار من المزاح، لأن ذلك قد يكون مخلاً بمروءة الرجل وبوقاره. قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: المزاح محنة، فقال: بل سنة لمن يحسنه ويضعه مواضعه. ومما ينبغي عباد الله عدم الإكثار من المزاح لما يترتب عليه من الانشغال عن ذكر الله وعن مهمات الدين والتفكر فيها، بل قد يؤدي إلى قسوة القلب وإثارة الحقد بين الإخوة وسقوط المهابة والوقار وكثرة الضحك التي تقسي القلب، ويؤدي إلى عدم الثقة بالمتكلم إذا أكثر استعماله حتى لا يفرق بين جده ومزاحه. ولذلك فالإفراط والكثرة منه منهي عنها، والمباح منه ما سبق ذكره وما سلم مما سبق، وأن يكون المراد منه بين الفينة والأخرى تطيب النفس ومؤانسة النفس، فذلك من السنة خاصة إن كان بقصد الاتباع. وما أحسن قول الإمام الشافعي رحمه الله لما قال: أفذ طبعك المكدود بالجد راحة تجد، وعلله بشيء من المسح، ولكن إذا أعطيته المسح فليكن على قدر ما يعطى الطعام من الملح. أفذ طبعك، أي أعطي لطبعك المكدود الذي أصابه الكد فائدة بالجد، فائدة بالراحة، فإنه يجد بعد ذلك، وعلله بشيء من المزاح، ولكن إن كنت مازحا فليكن بقدر فقط، كما يجعل الملح في الطعام بقدر. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن أهم ضوابط المزاح عباد الله الصدق وعدم الكذب، ويحسن بنا ها هنا ونحن نتطرق لهذا الموضوع أن نشير إلى ما ينتشر بين الناس في هذا الوقت مما يسمى بكذبة إبريل، شهر نيسان. وهذا الشهر وهو إبريل هو الشهر الرابع من السنة الإفرنجية، وعدد أيامه 30 يوما. وأما اسم إبريل فقيل مشتق من إبريسيل في التقدير في التقويم الروماني القديم، أو من الفعل اللاتيني بمعنى فتح، إشارة إلى ابتداء موسم الربيع وظهور البراعم وتفتح الأزهار. وقيل إن إبريل كان هو بداية السنة الإفرنجية حتى غيره ملك فرنسا شارل التاسع بإبداله بيناير، وذلك سنة 45 بعد 600,000 من الميلاد. وقيل كان الرومان خصصوا أول إبريل لاحتفال يسمى فينوس، وهي آلهة الحب والجمال وملكة المرح والضحك والسعادة عندهم. وقيل كانت النساء الأرامل والعذارى ومن بيهن العاهات يخرجن في هذا اليوم إلى معبد فينوس، فإنهن يكشفن عاهاتهن بالجسمية والنفسية، ثم إنهن يبتهلن إلى هذه الآلهة حتى تخفي ما بهن من النقص والعيب عن أزواجهن. وقيل كان الأقوام السكسونية يحتفلون بآلهة تسمى إستر، وهي آلهة قديمة، ويسمى هذا العيد عند النصارى بعيد الفصح،
فهذا حقيقة ما ذكر حول هذا الشهر. وأما كذبة جبريل قيل كان بدوها في فرنسا بعد أن فرض هذا التقويم الجديد، فيصير جبريل هو بداية السنة، وقد يغفل عن ذلك بعضهم ولا يقبل، فإذا أصبح في أول هذا اليوم يجعل له شيء يسخر به منه فيصير ضحية وأضحوكة عند الناس. وقيل بل يرجع ذلك إلى عصور قديمة واحتفالات وثنية ترتبط بتاريخ معين في بداية فصل الربيع، وقيل لأن الصيد في أول يوم من هذا الشهر يكون خائباً في بعض البلاد، فكان هذا قاعدة هي القاعدة لهذه الكذاب، ولذلك يسميه بعضهم بسمكة إبريل. قالوا وقيل أيضاً أن الشمس فيه تنتقل من برج الحوت إلى ما يليه، ويسميه الإنجليز يوم جميع الحمقى والمغفلين. قيل أول ما وقع أنه كانت دعوة بإنجليز لعملية غسل الأسود في برج لندن، فاجتمع كثير من الناس وهم الأسود حتى يغسلون. وقيل وقع في أوروبا فدعي أنه سيكون في مدينة كذا معرض للحمير، فجاء الناس صباحا ينتظرون معرض الحمير، فكان آخر الحدث أن الذين اجتمعوا هم إلى آخره. وللأسف قد انتشر أمر هذه الكذبة بين المسلمين ويعدونها من المزاح، وقد سبق ذكر أحكام المزاح في شريعتنا التي جاءت باليسر والتيسير والسهولة كما ذكرنا. وأما الكذب خطير وخطره عظيم، قال عليه الصلاة والسلام معددا خصال النفاق والمنافق: وإذا حدث كذب، كما في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وجاء في رواه البخاري ومسلم. وفي حديث أن امرأة قالت لولدها: تعال أعطيك، تعال أعطيك، فقال عليه الصلاة والسلام: وما تعطيه؟ قالت: تمرة. قال: أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. وجاء في الحديث بيان عذاب الكاذب، وأنه عليه الصلاة والسلام رأى في رؤيا مر به جبريل على رجل ومعه رجلان يقطعان شدقين من اليمين ومن اليسار إلى آخر قفاه، ثم يعود كما كان، ثم يقطع ويشق وهكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقلت لجبريل: من هذا؟ قال: الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآثار. رواه أبو داود. ومن الأحاديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيتي في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا. رواه أبو داود. فهذا الأمر عباد الله، وهذا الكذب إثمه عظيم وعظيم عند الله جل وعلا، كما جاء في هذه الأحاديث. أضف إلى شناعة هذه الفعلة أنها من فعل أهل الكفر، فكيف بالمسلم أن يتشبه بالكافرين؟ وربنا جل وعلا نهى عن ذلك وقال: ولا تتبع أهواءهم. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عن التشبه بهم وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. فكيف بالتشبه بهم في أمر وفيه ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى؟ فنسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، ويخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. ونسأله تبارك وتعالى أن يغيثنا
وأن يسقينا سقيا نافعه وادعه آجله عاجله غير آجله. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم غيثا نافعا مليئا مليئا عاجلا غير عاجل، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية والجبال يا رب العالمين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.